واللي هاد التقنيات الحمد لله هو كله سوفتوير مغربي من ايادي مغربيه. بعد ما كنا درنا التور ديال تركيا جينا الخبره ديالنا في هذا والتكنولوجي ديالنا نديروها في بلادنا باش نعطيو ليماج، لان دابا المغرب راه رجع واحد ليماج دو مارك المغرب. كنخدموا ملتقيات كبيره ضمن العاب القوى والماراثون الدولي والماراثون ماراثونات الكبار. درنا دابا طواف المغرب، اول مشاركه لنا في طواف المغرب، درنا اضافات قيمه منها شرائح الذكيه كما قال سي يوسف النبوي، درنا ميزات ديال جي بي اس اللي هي اول مره في المغرب لتتبع خطوات المتسابقين. كنتمنوا تدوز هذه احسن نسخه ديال الطواف المغرب. بحال الجي بي اس كنتبعوا الكل بالجي بي اس، واستعملنا الشرائح الالكترونيه العاليه الدقه زياده على تقنيات الفوتو فينيش اللي كيتميزوا الدراري الرئيسيين بالتجربه ديالهم معروفه عالميا عليها. وبالنسبه للمدار ولا الفينيش ولا كذلك تعاقدنا على تزيين المدار بالمتطلبات ديال الاتحاد الدولي. تتمين هذا الموروث الرياضي الوطني بالاعتماد على تقنيات جديده، وفي هذا الاطار تعاقدت الجامعه الملكيه المغربيه للدراجات مع شركه مغربيه، شركه لها باع كبير على مستوى جرد النتائج والمعالجه الاليه للنتائج، تقنيات حديثه ومتطوره من على سبيل الذكر تتبع الأقمار الصناعية للدراجين ولكوكبات السباق، كذلك معطيات رقمية جديدة في المعالجة لجرد النتائج. إذن هذه السنة الجامعة الملكية المغربية للدراجات حاولت تتمين هذا الموروث الرياضي. Sur ce Tour du Maroc 2024, on a la chance d'avoir une application qui permet de suivre en direct les coureurs. De savoir les écarts entre les échappés, le peloton, et puis également avoir rapidement les résultats à la fin de l'étape, ce qui nous permet, nous, directeurs sportifs, de travailler sur les étapes suivantes, mettre en place les stratégies, c'est vraiment un élément important. Nous, on est une équipe française professionnelle, on a l'habitude de travailler avec ce genre d'application sur le sol européen, et je trouve que c'est une belle chose que le Tour du Maroc ait mis ça en place pour cette nouvelle édition, c'est une grande première.